أهلا بكم. أدى جعفر الصادق المرغني القسم أمام والده رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل محمد عثمان المرغني نائبا لرئيس الحزب، وذلك بعد قرار صدر أمس. وقال جعفر أنه قبل التكليف وتعهد بالعمل بإخلاص لرفع راية الحزب. أعلن وزير الداخلية أحمد بلال عثمان أمام البرلمان مقتل 2 من أفراد الشرطة وإصابة 127 آخرين في التظاهرات الأخيرة. وفي رده على مسألة مستعجلة حول الأحداث الأخيرة، قال وزير الداخلية إن 14 مقرا للشرطة تعرضت للحرق من قبل متظاهرين، وأعلن عن إصابة 68 شخصا في الأحداث حسب التقارير الطبية. أعلنت الهيئة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التأمين على الاستمرار في تنفيذ مخرجات الحوار ورفض أي بدائل أخرى في التعامل مع الواقع الراهن. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة بشارة جمعة إن اجتماع اللجنة أكد على المضي قدما في الحوار الوطني حتى الانتخابات باعتبار أنه لا بديل لواقع البلاد غير الحوار، مؤكدا أن أي حديث خلاف ذلك يعتبر تهديدا للأمن الوطني. وصل النائب الأول لرئيس جمهورية بوروندي جاستون ستنديمو في زيارة للبلاد تستغرق أكثر من 3 أيام تلبية لدعوة رسمية من النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل إن ستنديمو سيجري خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع المسؤولين بالدولة تبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية. وقعت حكومة ولاية كسلا ومجموعة محجوب أولاد على 3 مذكرة تفاهم لتنمية الشراكات المتعلقة بالتطوير الزراعي والحيواني والصناعي والخدمي. وقال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية عبدالله ديرف إن مذكرات التفاهم احتوت على تأهيل وتطوير القطاع الزراعي مع التركيز على القطاعين البستاني والمطري وتأسيس الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الحيواني. نهاية الموجز. بإمكانكم أن تزوروا موقع الشروق نت لتحصلوا على المزيد. إلى اللقاء.